بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. إلهي، كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما؟ بلغنا هذه الفقرة، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. متى نقدم هذا الطلب؟ وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك، بعد أن نحضر أنفسنا تحضيرا كاملا. إلهي، أنا عبدك وابن عبدك، هذا التحضير الأول. قائم بين يديك، واقف وقفة السؤال والأدب والإقرار. قائم بين يديك، هذا التحضير الثاني. أتوسل بكرمك إليك، التحضير الثالث. أنا ما أستحق أن أمد يدي فأنال رحمتك. أنا يدي قاصرة، مقصرة، مذنبة، موبقة. أين يدي عن رحمتك؟ أين أنا رحمتك؟ ولكن أنا أبحث عن شفيع يأخذ بيدي إلى رحمتك. شفيع يأخذ بيدي إلى رحمتك. بحثت عن من يشفع لي فلم أجد شفيعا أقرب إلي من كرمك، فتوسلت بكرمك إلى كرمك. هذا التحضير الثالث. أتنصل إليك مما قمت به من قلة، مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك. أنا أتبرأ عن كل ذنوبي وسيئاتي. ما جايك إلهي وأتباهى به، فرح جذلان بي في حالة السكر والنشوة بالذنوب وسيئات، وإنما جايك أنا متنصل، متبرئ مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي. بعد هذا التحضير أقدم طلبي وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. أنا جايك إلهي أطلب من عندك العفو، والعفو خصلة من خصال كرمك. أنا أطلب من عندك العفو. أعزائي، الدعاء أنا ذكرت في الحلقة السابقة، الدعاء فن وأدب. الإنسان لما يقدم على الله هو ما محضر نفسه، فكرة مشغول، قلب مشغول، جاي فرح جذلان، جاي إلى الله لا محضر نفسه ولا حامل معه أدب اللقاء بين يدي الله تعالى. للقاء مع الله أدب، والله تعالى يحب أصحاب الأدب من عباده. الله يحب الأدب. فإذا قدمت على الله فأقدم على الله بأدب العبودية، بأدب العبودية، وتعلم فن الدعاء، فن الحاجة، فن السؤال.
وليس من فن الدعاء أن تطلب قلبك ساهي ومشغول بأشياء أخرى، لسان يتحرك فقط، لقلقت، يلقلق اللسان، اللسان يلقلق. الدعاء فن وأدب. حتى ماذا؟ حتى ندعو. أنا هنا أفتح القوس وألفت نظركم أعزائي إلى مسألة معرفية جديرة بالاهتمام. ماذا نعمل نحن؟ هذه المشاهد، مشهد العبودية، أنا عبدك وابن عبدك، مشهد ذل الوقوف قيام وأدب القيام، قائم بين يديك، التوسل بكرم الله إلى كرم الله، أتوسل بكرمك إليك، التبري مما كنت فعلته، أتنصل إليك مما من قلة استحيائي، مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي. إيش نطلب نحن من هذا التحضير؟ ماذا نطلب من هذا التحضير؟ أرجو أن تتأملوا جيدا. هذا التحضير ينفع لأمرين: يرقق رحمة الله عز وجل، ويستدر عطف الله تعالى ورحمته فينزل علينا. هذا الدور الأول لهذا التحضير. الدور الثاني يحضر قلوبنا، يرقق قلوبنا حتى تنال رحمة الله عز وجل. مطلبان مختلفان، لا يختلط واحد بالآخر. أنت لما تروح إلى واحد تطلب من عنده حاجة، تلطف الجو بكلمة، تذكر بخاطرة محبة بينكم، معرفة، ليش؟ تريد تحضره حتى تطلب من عنده الطلب. رأسا لو تواجهه بالطلب من غير تعريف، من غير تلطيف، من غير تذكير، ربما يستجيب لطلبك، قد لا يستجيب لطلبك. أنت تحضره، هذه واحد، هذه تحضير للمسؤول حتى يعطف علينا، نستدر عطفه. هذا الدور الأول للتحضير، تحضير للمسؤول. اتذكره بجميل لك عليه، الذكرى حتى تستدر عطفه. اثنين، عندما نطلب، الطلب إلى الله يريد لإقبال القلب. من دون أن يقبل القلب على الله لا ينال الإنسان رحمة الله. أنا ما أطلب بالتحضير تحضير محبة الله، محبة الله ورحمة الله، وحاضر، تحضير الحاضر محال، مستحيل تحضير الحاضر. أنا أريد، أنا أحضر نفسي ليرقى نفسي إلى الله تعالى. أنا أريد، أنا أحضر قلبي ليرقى قلبي إلى الله عز وجل. ما أريد أحضر رحمة الله عز وجل، رحمة الله تعالى حاضرة في كل مكان، هابطة في كل مكان، لا يخلو منهم منها مكان، هابطة في كل مكان لا يخلو منها مكان. هذا التحضير اللي ذكرته، في نرفع إيدنا كما يستطعم المسكين، نقف بين يدي الله، نقوم بين يدي الله، انذل أنفسنا ذل العبودية حتى انحضر أنفسنا لتنال من رحمة الله. لا انحضر رحمة الله، رحمة الله أيها المؤمنون حاضرة، تحضير الحاضر ما ممكن،
هي حاضرة، شو تحضر منها؟ هي حاضرة في كل مكان، موجودة في كل مكان، فائضة تفيض على الكون كله. أنت حضر نفسك حتى تأخذ من رحمة الله. وهذه مسألة من رقائق المعرفة، من رقائق المعرفة. نحن بهذا التذلل نريد نضع أنفسنا في مواضع رحمة الله عز وجل، في مواضع رحمة الله تعالى. افترض أخذوك إلى مكان في بعض الجوائز اللي نصيب، أنا شايف يجيبوا إلى مكان فيه عملات نقدية كثيرة، يقولوا لنا أعطيك دقيقة واحدة وقت أنت تحمل معك ما تشاء من هذه الأوراق النقدية، دقيقة واحدة لك يعني 60 ثانية. هو يروح يتدرب حتى يقدر أن يجمع أكبر كمية من هذه العملة في 60 ثانية. إذا سألوش جاي تعمل، تحضر الطرف الآخر حتى ينزل هناك كمية أكبر من العملة، يقول لا، هو كمية معروفة، أنا أحضر نفسي حتى أقدر أجمع من هذه الأوراق النقدية كمية أكبر في هذه الدقيقة الواحدة 60 ثانية. احنا ما نحضر رحمة الله، رحمة الله حاضرة، نحضر انفسنا حتى ننال من رحمة الله تعالى في اعمارنا القصيرة في هذه الدنيا. اللي يروح الى الله عز وجل بمذلة، بانكسار، بذل العبودية، بذل السؤال، قائما بين يدي الله، ساجدا بين يدي الله، رافعا يديه بين يدي الله، منكسر، ينال من رحمة الله. واللي يروح في نشوة الذنوب، في نشوة المعاصي، في نشوة الأنا والأنانية، متبخترا مدلا، يرجع خائب، ما محضر نفسه. هذه مو روحة العبد إلى الله عز وجل، هذه مسألة مهمة في التحضير ومن رقائق المعرفة. الآن نطلب من عند الله بعد هذا التحضير، نطلب من عند الله، وأطلب العفو منك، إذ العفو نعت لكرمك. إلهي أنا أطلب العفو من عندك، أطلب العفو من عندك، أنت تعطيني عفو، لا لأني أنا مستحق لعفوك، كلا أنا ما مستحق. إلهي يا بيش أستحق؟ بماذا أستحق؟ بسيئاتي، بسواد وجهي، بسواد قلبي، بذنوبي، بمعاصية، بماذا أستحق أنا عفوك رحمتك، أبواب رحمتك؟ وإنما أنت جدير بأن ترحمني. أنا لست جدير بأن أسترحمك، وإنما أنت الجدير بأن ترحمني. أنا لست جديرا بأن أستعفيك وأستغفرك، وإنما أنت الجدير بأن تعفو عني وتغفر لي. ليش؟ لماذا أنا لست جديرا؟ واضح
واضح، ما في أوضح من هذه الحقيقة. ذنوبي وسيئاتي ومعاصي وحياتي التي قضيتها في الغفلات والسهوات واضح واضح. وإنما أقول هو الجدير، لأن العفو نعت لكرمه. وكريم، أولست أنت كريم إلهي؟ أوليس الكرم من خصالك؟ من نعوت الكرم العفو. الكريم يعفو، أنت سميت نفسك بالكرم، ومن متطلبات الكرم العفو. فأنا جايك أطلب من عندك ما أنت جدير به، ما أنت أهل له، إذ العفو نعت لكرمك. العفو من نعوت الكرم، الكرم إلى نعوت، منه أن لا ينتقم، الكريم ما ينتقم، يتجاوز الكريم، منه أن يتجاوز ومنه ويصفح ولا ينتقم، هذا نعت للكرم. ومنه أن يهب ويمنح ويعطي، ومنه أن يعطي عطاء بعد عطاء ويمنح منحة بعد منحة، ومنه أن يهب هبة موهبة بعد موهبة، ومنه أن يعطي الكثير بالقليل، يعطي الكثير بالقليل، ومنه أن يهب السيئات بالحسنات، يهب السيئات بالحسنات، ومنه أن يهب بالسؤال، ومنه أن يهب بلا سؤال. هذه نعوت الكرم، منه أن يهب بالسؤال والرجاء، ومنه أن يهب بلا سؤال ولا رجاء. في دعاء شهر رجب: يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. ومن خصال الكرم، من نعوت الكرم، أن يغفر عبده باستغفار، وأحيانا وكثيرا وغالبا بلا استغفار، بس يندم عبده، لا يكون جذلان وفرحه في نشوة سكر المعاصي، لا ندم على فعله، استحي من ربه، استحي من الله، يغفر له، الله يغفر له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعالوا هلموا عبادي إلي، الله عز وجل يدعون إليه. قل يا عبادي، عبادي كلمة بيها دلال، بيها تدليل، يدلل الله عز وجل، رب العالمين يدلل عباده، يقول لهم عبادي، ما يسميهم بأسمائهم، ما يقولهم يا أيها الناس، لا يقولهم يا عبادي. وفرق بين الخطابين، فرق بين أن يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم هلموا لا تقنطوا، وبين أن يقول لهم قل يا عبادي. عبادي كلمة تدليل، كالأب الذي يريد يجيب ابنه على الدرب يقول له ابني، ما يسميه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر، نحن نرفع أيدينا إلى الله ونقول: إلهي، أولست أنت تقول، تطلب من عبادك ألا يقنطوا؟ نحن لم نقنط من رحمتك،
وجئناك جئناك من غير استحقاق منا ولا جدارة منا، لسنا نحن جديرين بكرمك، وإنما أنت الجدير بالرحمة، أنت أهل للرحمة، أنت أهل للكرم، إذ العفو نعت لكرمك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.